اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم. من أهم المراحل في تربية الأبناء ألا وهي الطهارة، التي يجب على الآباء الانتباه إليها بشكل دقيق جدا. الطهارة هي جزء لا يتجزأ من تربية الأبناء، فيجب عليك كأب وأم أن تراقب أبنائك في الحمام، أن تراقب أبنائك في غرفة النوم، أن تراقب نظافة ملابسهم الداخلية بشكل منتظم ويومي، حتى يتعودوا على نظافة وعلى طهارة ثيابهم ومظهرهم الداخلي قبل الخارجي. الطهارة أخي الحبيب لا تقتصر فقط على المظهر الخارجي لأطفالك، بل الطهارة يجب عليك أن تعلم أبنائك أن الله عز وجل يحب المتطهرين، وتعلمهم أيضا أن كتابه الكريم لا يمسه إلا المطهرون، وتعلمهم أيضا كلما قلت طهارتك كلما بعدت عن الله عز وجل وابتعدت عن كتابه الكريم وابتعدت عن كلامه. فلهذا كلما ابتعدت من كلام الله وابتعدت عن الله فأنت تقترب من الشيطان، أنت في خطر. فلهذا يجب عليك أن تكون طاهرا متطهرا كل الأوقات. ويجب عليك كأب أخي الكريم أن تراقب أبنائك في الحمام، أكرمك الله، أن تذهب معهم للحمام قبل أن يبلغوا سن 10 سنوات. تذهب مع الحمام مع ابنك وتعلمه الطهارة وكيف أن يتوضأ وكيف أن يستنجئ بعد قضاء حاجته. ويجب عليك أن تكون واسع الصدر وتعطي ابنك الخاطر وتعطي ابنك الوقت الكافي حتى تدربه بالطريقة الصحيحة، حتى يتمكن من تطهير نفسه بنفسه. فأنت هنا تبني إنسان وتبني رجلا نظيفا، رجلا نقيا متطهرا. كلما كان عندك رجلا متطهرا ونظيفا فأنت عندك رجل متدين قريب من الله عز وجل بعيد عن الشيطان. كلما أهملت ابنك وأهملت نظافته الداخلية فأنت تكون ابنا متسخا وابنا لا يبالي بنظافته، فهو يكون مستواه في المجتمع رديء، ويكون مستواه مع الله عز وجل ليس بالجيد. فلهذا أخي الكريم أزرع في أبنائك الطهارة. الطهارة أبواب كثيرة جدا، يجب عليك أن تفهم، ويجب عليك أن تعرف أبواب الطهارة، ويجب عليك أن تعرف أقسام الطهارة، وتنقسم إلى أقسام كثيرة جدا، والموضع لا يتسع لذكر كل المواضع، لكن مجملا واختصارا يجب عليك أن تراقب طهارة أبنائك أخي الكريم، طهارة أبنائك. أختي الأم يجب عليك أن تراقب طهارة ابنتك، أن تفتشي في أغراضها، في ملابسها الداخلية، نسبة طهارة ملابسها الداخلية، رائحة البدن للأطفال جد مهمة. تعلمه، تعطيه حقيبته الشخصية عند السفر، تحتوي على فرشة الأسنان، على الفوطة، على المنشفة، على كل ما يحتاجه لتنظيف نفسه. هذه مسائل جد ضرورية لا تهملها، فيصل الابن إلى 10 سنوات ويصعب عليك الأمر، يصعب عليك الأمر أن ترى فيه شيئا من الرائحة وترى فيه شيئا من الوساخة، ويصعب عليك أن تنصحه. فلهذا دربه قبل أن يصل إلى 10 سنوات، دربه على النظافة في الحمام، وأن يغسل يديه قبل خروجه من الحمام أكثر من 3 مرات حتى يتمكن من أن يلمس أي شيء بحرية، وأن يلمس كتاب الله عز وجل بحرية. وعند قراءك للقرآن مع أبنائك علمهم أن الكتاب الكريم المبارك الطيب المنزل من عند الله لا يمسه إلا المطهرون.
أعلمه أنت إذا كانت يدك متسختان فلا يحق لك أن تلمس هذا الكتاب، أنت إذا كنت على جنابة وليس على وضوء لا يحق لك أن تمس هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب كلام الله، هذا الكتاب مطهر، هذا الكتاب من عند ربنا عز وجل هدى ونور للمسلمين، فلهذا يجب علينا الاحترام والتقدير بالطهارة، لا يمسه إلا المطهرين. وتذكر ابن العزيز أن الإنسان المتسخ الغير مطهر قريب من الشيطان بعيد من الرحمن، والعكس صحيح، إذا كنت متطهرا فالله عز وجل ذكر في كتابه الكريم إن الله يحب المتطهرين. جزاكم الله بخير والسلام عليكم.